ازاي مدرب واحد من اكبر فرق العالم ضحك على مراته في مبلغ خيالي؟ اريك سبوليسترا، وده مدرب ميامي هيت، وده واحد من اكبر انديه امريكا والعالم في الباسكت. الراجل ده قرر الانفصال عن زوجته، وده عادي بيحصل، بس اللي مش عادي ان وقت الانفصال ده كان بيجدد عقده مع فريقه، وبدات الاخبار تتسرب للصحافه عن قيمه عقد اريك. العقد كان خيالي، قيمته 120 مليون دولار في 8 سنين تقريبا، يعني تقريبا كده اكتر من 80% من لعيبه الام بي اي كلها. اللقطه هنا ان الزوجه لما بتنفصل عن زوجها في امريكا بتاخد نص ثروته، فالمدام طبعا قررت تماطل لحد ما اريك يجدد عقده بعد ما عرفت الاخبار عشان تخش في ال 120 مليون دولار. بس على مين؟ الراجل راجل في اي حته في العالم. وراح اريك اتفق مع اداره ميامي ان موضوع العقد ده مش حقيقي، وتم تسريب اخبار ان كل ده فيك. الزوجه صدقت ان كل اللي اتقال ده اشاعات ومفيش تجديد اصلا، ووقتها قررت الانفصال عشان بعدها يعلن ميامي التجديد لاريك بالعقد الخيالي، ويحافظ الراجل على ال 120 مليون دولار كلهم في جيبه.